ثاني منبر ننتبه له اللي هو ديزني. ديزني أكبر منبر للأفلام الكرتون الاحترافية. لما أقول أفلام كرتون أقول احترافية، يعني احنا تربينا عليها، توم وجيري تربينا عليها، سوبرمان احنا تربينا عليه. هذا أتكلم عن أفلام كرتون احترافية. إيش يعني احترافية؟ لما أقول فيلم كرتوني احترافي يعني تشوفه مرة، تشوفه مرتين، تشوفه ثلاث مرات ما تمل منه. في أحد منكم يمل من توم وجيري؟ اللي لحد الآن تكبر تشوفوه ما تمل منه، هذا احترافي ما ممل. ليش؟ هذه الأفلام الكرتون طبعا لما أكلمكم الآن أكلمكم بعد ما رجعت نظريات في علم النفس، مثلا نظرية بافلوف العالم الروسي الذي يقول بأن المثير والاستجابة ثم إدخال مثير شرطي ثم بالتكرار تكرار الشيء يصبح ذلك الشيء مألوف. ولأن هذا اللي يحدث، اللي يحدث الآن جالسين إيش يسوى الآن؟ إحنا نشوف مشاهد مكررة 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 لدرجة أن بعض الأحيان أنت بدأت تألف هذه المشاهد تشوفها عادية. كنت قبل 5 سنوات أنت نفسك تستنكر هذه المشاهد، كيف كذا أنت تستنكر؟ لكن من كثر ما بدأت عينك عقلك يشوف هذه المشاهد بدأت خلاص تشوف هذا الشيء عادي، أو على الأقل أنت وحد تستنكر، لكن المجتمع ما يستنكر، اللي هو يسميوها في علم الاجتماع الهندسة الاجتماعية. جميل. فبافلوف هذا يقول بأن بالتكرار تصبح الأشياء المستفزة الأشياء. طبعا بافلوف هو موضوعه غير تماما، هو كان يتكلم عن مثير شرطي وكان في علم النفس، لكن هم علماء البرمجة وعلماء التقنية. يعني أنا أتكلم عن من ناحية تقنية هم عباقرة ومتفوقين جدا، يجيبوا نظريات علم النفس ويسقطوها في البرمجة ثم يطبقوها. أعطيكم مثال بسيط جدا، معجون الأسنان. لما نريد فرش أسناننا الصباح كيف نحط المعجون في الفرشاة؟ كيف نحطها؟ كذا نسوي صح؟ من علمنا؟ من علمنا؟ تلفزيون صح؟ دعاية، ما حد علم. في أحد مسكته أمه ولا أبوه وقال له سوي كذا؟ ما حد، هم علمونا. احنا شفنا كذا الدعاية حطه كذا وبعدين نسوي لازم نسوي كذا آخر شيء، لما هم علمونا. طبيا اسأل أي طالب أسنان، اسأله قول له كم كمية المعجون اللي المفروض أحطها في فرشاة الأسنان، بيقول لك ربع الفرشاة. طبيا ربع الفرشاة بس كافية، ربع الفرشاة تحطها كفيك. لكن ليش تحط انت كذا؟ شايف رايك تلفزيون. تكرار تكرار تكرار، برمجة برمجة برمجة، تطبيق 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 بدون ما تفكر. على فكرة انت لما تحط كذا وتروح تفرق اسنانك نصه يطيح في صح صح واضح. لكن ما حابين ايش؟ حابين يخلص تاخذ واحد ثاني. ثقافة استهلاك. هذا مثال بسيط، لو اعطيكم الامثلة، لان انا من النوع اللي احب اجيب امثلة. يعني دائما لما يكون عندي محاضرات مثلا في قاعات اجيب مقاطع فيديو عشان ما يكون كلامي كذا اجوف، مقاطع فيديو اقول شوف عشان كلامي يكون بالادلة، شوف شوف شوف. لما اكلمك عن برمجة انا اعني ما اقول، لما اقول لك انهم ماهرين جدا انا اعني ما اقول. عموما في ديزني اسمها كايتي بيرك، هذا رئيسة ديزني، عندها ابنين مثليين، هذه ابن واحد متحول جنسيا والثاني ثنائي الجنس. فمعها لقاء تقول انا مستغربة اخبروني في ديزني ان ما عندهم ابطال مثليين، انا مستغربة لماذا حرمناهم ان يروا الابطال المثليين. ولكن اعدكم في القادم من ايام سترون ابطال مثليين في ديزني. اخر اصدار لسوبرمان، شايفين سوبرمان مسكين اخر اصدار ايش صار له؟ اخر اصدار لسوبرمان صار مثلي سوبرمان اللي احنا اول نشوفه ينقذ ينقذ الناس الزينين ويحارب الاشرار. روح شوف اخر اصدار لسوبرمان مثلي، رجل يحب رجل سوبرمان، بطلة الحين إسرائيلية نشي خارقة اسمها صابرينا في الفيلم كرتون موجودة. فلاحظوا معي، وطبعا أمثلة كثير جدا، الوقت لا يتسع أني أعطيكم إياها، لكن أمثلة كثير جدا. توم وجيري
انتوا شو تذكروا لما 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 القط يشوف القطه بعيد ايش يسوي القط؟ يطلع لسانه وعيونه تصير قلوب كذا، صح ولا ما صح؟ هذا بالتكرار. ابنك ليش هذا لما شاف هذيك عيون قلوب كلهن ولسانه طلعت؟ بالتكرار بالتكرار بالتكرار، غرس، تسريب، تغلغل. اخي الطفل قاعد يشوف بالتكرار، برمجه برمجه، ينشا ذلك الطفل وهو يتقبل مثل هذه الاشياء تقبل عجيب جدا. حتى انت بتناقش ابنك تستغرب تقول كيف. هناك التسريب والتربيه، هذا ديزني اكبر منصه، وعموما اكبر من اشهر ناس في صناعه افلام الكرتون هي اليابان وامريكا، وباثنينهم يعني باثنينهم عموما اليابان نوعا ما الانمي الياباني، وهذه محاضره اخرى عن الانمي الياباني وانواع الانمي الياباني لانه منتشر الان، واعمل بعمل لها محاضره اخرى لان فيها انواع. هذه تدعو الى اللادين، اللادين تمام، ويعني فيها من العجائب الكثير جدا. هذه محاضرة أحلها. أما بالنسبة للأفلام الكرتون الأمريكية أغلبها تدعو إلى المثلية، المثلية وتدعو إلى الإلحاد، لأنها قائمة على أربع أشياء. عند دكتور طلق سويدان كنا في إحدى اللقاءات مع بعض فيقول لي طلال أنا لما حللت أفلام الكرتون فعلا كلامه سبحان الله صحيح الآن وكأني أتذكره، يقول لي أفلام الكرتون قائمة على أربع أشياء. قلت له إيش؟ قال قائمة على العنف وقائمة على الغباء. فقد حتى ضحكت قلت له كيف الغباء؟ قال لي أنت شوف الغبي ما يفوز، شوف توم وجيري القط هو أذكى لكن الفار دائما هو اللي يفوز، شوف أنت روح تابع. وقائمة على السحر، من يوم صغار تذكروها هذيك اللي عندها مخمة وتركها في المخمة واللي يختفي ويظهر من الصوب الثاني واللي يسوي كذا، احنا ما علمنا هذه ابرك دبر ابرك دبره، هذه ما علمنا اياها غير رسوم متحركه، احنا وين نعرف هذه؟ صح ولا ما صح؟ الحين شوف لما كبرنا نسقط الاشياء العلميه نجد فعلا، لكن احنا بخبركم بعدين ايش اللي حمانا الحمد لله رب العالمين. وقائمه على الجنس، جنس غباء عنف وسحر حسب كلام دكتور طارق سويدان في احدى اللقاءات معه. وفعلا لو انا احلل اشوف فعلا ما قاله الى حد كبير جدا واقعي. نحن ايش اللي الله تعالى يعني الطف فينا يمكننا اطفال، لان احنا كان في عندنا قيم دينيه نرجع لها، كنا نروح مدرسه قران كريم يعلمونا قران كريم، في المدرسه المعلم يعلمنا قيم، في المجتمع لما نتجمع يوم الجمعه نسمع قيم، نشوف امام عيننا قيم، نتربى على قيم قيم، فكان عندنا هذه جرعة، لكن في المقابل في جرعة مضادة لهذه الجرعة. الآن هذا الجيل في عصر المعرفة تعرضهم لهذه القيم، التواصل الحقيقي قل، صح ولا ما صح؟ بين العائلات القرآن الكريم، مدارس القرآن الكريم قلت. أول إحنا غصب منا تحضر القرآن الكريم، مش على كيفك، صح ولا ما صح؟ لما كنا أصغار ما على كيفك تحضر، غصب منك. الآن أنتم شايفين على التغيرات هذه، بالتالي هذه الجرعة الشديدة التي تقابل ابنك ما في جرعة مضادة لها لكي تستطيع أنك يستطيع على الأقل أن يوازن بين هذا وذاك. جميل. إذا قلنا رقم واحد المنبر الأول قانون الأمم المتحدة الجديد للأطفال سبع حقوق الطفل، والثاني ديزني، أخبركم رئيسة ديزني ماذا تقول، وهي الآن ناوية نية يعني. وعلى فكرة هذا الكلام لا يغضب المسلمين فقط، هذا الكلام ما يغضب المسلمين، هذا يغضب كل إنسان. يعني أنا الخبر هذا جبته من قناة ما مسلمة، فالمذيعة كانت غاضبة تقول هكذا يعلموا أبنائنا، تقولها حتى تقول هي من اليوم سأمنع أبنائي يتابعوا ديزني، هذه ما مسلمة، لكن على الأقل فيها فطرة، فطرة إنسانية بأني لا أقبل مثل هذه الأفكار الشاذة. فكرة إنسانية أني أنا ما أريد من ابني يتحول إلى مسخ خليط، لا هو ذكر لا هو أنثى،